السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض حاجة جميلة جدا الأطفال بتحبها والكبار. هنعمل مع بعض إيه؟ الحلاوة الإسمرية. جميلة جدا ومكوناتها سهلة وبسيطة يعني، وفي نفس الوقت هتبقى تدينا قيمة غذائية لولادنا ولينا، تبقى جميلة جدا. هي طبعا بره مش هيحطوا الحاجات اللي احنا بنحطها دي، فايه يعني تبقى جميله جدا وفي نفس الوقت يعني ارخص من بره برضو، مهما بتحط لها حاجات كتير بس بتبقى ايه اوفر من بره وانضف من بره. ماشي، فهنبدا معانا هنا بقى انا ايه الحاجات الاساسيه والحاجات الاضافات اللي انا هحطها اقول لكم عليها. هنا ايه كوبايه من اللبن، ماشي، ده كوبايه لبن مغلي، ماشي، ودي كوبايه طحينه. الكوبايه دي قد دي بس، هي دي طويله بس شكلها كده، بس هو المعيار انا عيرته نفس المعيار. ودي كوبايه سكر، ماشي، الكوبايه اللي نعير بيها نفس المعيار، يكون نفس المعيار. الاساسي بقى اللبن، الطحينه، كوبايه طحينه ونص كوبايه سكر، ماشي، وانت لو عايزه سكر زياده حطي كوبايه. فانا دلوقتي هنا في كوبايه لبن مغلي ومعلقتين من الزبده، ماشي، ونص كوبايه عسل ابيض وكوباية من اللبن البودر، ماشي، نص كوباية كاكاو، ماشي، من نفس برضو المعيار. ماشي، هنبدأ بقى ايه، انا عندي هنا ال... وفي بقى عندي بقى الاضافة بقى البتاع ده الشوكولاتة الخام دي، وده بقى هنزوق بيه في الاخر، ماشي، هتدينا طعم جميل وفي نفس الوقت قيمة غذائية جميلة. ماشي، هنبدأ بقى نحط اللبن السخن. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اللبن انا غالية عشان خاطر يدوب بالشوكولاتة والزبدة. معلقتين من الزبدة، مش كوب، انا هزود، خلي بقى يعني ايه انا بحط كتير عشان خاطر ايه، انا هزود المعيار، هعمل اضعف المعيار. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الشوكولاتة والايه والزبدة، حطيت كده انا 4 معالق من الزبدة ومعلقتين من الكاكاو من الشوكولاته. الشوكولاته ده حوالي 1/4 كيلو شوكولاته، ماشي. الشوكولاته بقى يعني اضافه، ممكن لو مش عايزه تحطيها او ما عندكيش عادي يعني، انا حطاها بس عشان تدي طعم احلى للولاد يحبوها وتبقى جميله وفي نفس الوقت ده طعم غني. هنعاير كمان لبن تاني، انا قلت لكم ايه هضاعف المعيار، انا هعمل معيارين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللبن ايه صح معي، ندوب فيهم بقى ايه الشوكولاته والايه والزبده، لازم يدوبوا كويس عشان خاطر ايه متديناش اي كلكعه ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا بقى اهو انا خلاص كده دوبته بقى ايه، دوبت الزبده كويس قوي هي والشوكولاته، بس انا بصراحه لقيتها يعني هتغيب معايا وكده، فحطيتها دقيقه واحده على نار هاديه عقبال ما ايه ما الزبده تدوب كده هي والايه والشوكولاته كويس. ماشي، هنبدا بقى ان ايه، وخلي بالكم في كمان، معلش انا نسيت، بس 1/4 كوبايه من الزيت على الايه على المقدار الواحد، فانا حتى مقدارين هحط نص كوبايه. ماشي، الزبدة بقى ليه؟ الزبدة عشان خاطر يعني ما يخليهاش تمسك جامد يعني، عشان خاطر الزبدة طبعا مادة يعني ايه لما بتبرد بتمسك يعني، فده يخليها تبقى ايه سايلة شوية، تبقى سايلة وحلوة. ماشي، هنحط بقى السكر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط الحاجات اللي هي ايه بتحتاج انها تدوب الأول كده. حطيت كوباية سكر، كوبايتين من اللبن، انا عاملة معيارين مقدارين، ماشي، كوبايتين من اللبن، 1/4 كيلو شوكولاتة، الشوكولاتة دي شوكولاتة خام بتتجاب من عند بتاع ملتزمات الحلواني او من عند العطار، ماشي، وحطيت نص كوباية زيت على الايه على الكوبايتين، انا معيار الكوبايتين، ماشي. اللبن بقى البودر، بسم الله الرحمن الرحيم، اللبن البودر اهو،
ماشي مع بعض معيار. نقلب عشان ما يفرقعش. المعيار التاني بقى كوبايتين اللبن البودر. ماشي يبقى انا حطيت كوبايتين لبن بودر، كوبايتين لبن حليب، وربع شوكولاته، ونص كوبايه زيت. ماشي عشان اللي عايز يعمل المقدار بتاعي يعمله. ماشي وحطيت نص كوبايه زيت، وحطيت ربع كيلو الشوكولاته الخام، وحطيت كوبايتين لبن بودر وكوبايتين لبن حليب، واربع معالق من الزبده اللي هي الزبده الصفراء. اي زبده بقى نضيفها تكون عندك حلوه تحطيها، هتدينا طعم حلو وجميل. انا عايز اقلب بالمضرب بالسلك، وخلي بالك ممكن برضو اللي عايز انا عملت كده عشان خاطر اللي ما عندوش خلاط ولا اللي ما عندوش يعني حاجه يعني يعمل فيها، يبقى ايه سهله يعني تعملها، يعني اي حد ممكن يعملها على ايدينا عادي اهو. نحط بقى الكاكاو. الكاكاو ده كوبايه من الكاكاو. ماشي الكاكاو ده كل ما هتكتري فيه يعني ايه بتدي طعم الشوكولاته اكتر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى غنيه وجميله جدا. خلي بالكم يعني هما بره ما بيعملولناش الحاجات دي، ما بيحطوش كل الحاجات دي اصلا، وبيبيعوها لنا غاليه قوي قوي قوي، وفي نفس الوقت ما بتبقاش يعني القيمه الغذائيه عاليه يعني. لكن احنا هنعملها بقى مكونات جميله وحاجات كتير مغذيه لاولادنا. بسم الله ما شاء الله تحفه. هي كده بقى من غير الحلاوه، من غير ال غير الطحينة، هي يعني كده زي الحلاوة الشوكولاتة قابلة الدهن، جميلة جدا ما شاء الله تحفة. القوام جميل جدا اهو، وفي نفس الوقت لا في تكتلات ولا اي حاجة. هنحط بقى الطحينة. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل كل الحاجة اللي فيها عشان الصورة يعني حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تحفة. بسم جميل روعة. بس القوام بقى تقيل وجميل ازاي. نحط بقى هنحط العسل بقى. انا حاطه يعني هحط بالزياده، وانت انا قلت لكم نص كوبايه من العسل الابيض. فانا عندي البرطمان الصغير ده، انا هحطه ربع كيلو اهو. مش هحطه يعني بالزياده عشان ادينا قيمه غذائيه اعلى، وفي نفس الوقت يعني ولادي بيحبوها مسكره، بيحبوا الحاجه يعني مسكره اكتر، وهم ما بيرضوش ياكلوا العسل كده. برضو دي طريقه نخلي الولاد دي اللي مش بتحب العسل تاكلوا بالطريقه دي، تضحكوا عليهم يعني. تكتلات ولا اي حاجه خالص، اهي روعه. وخلي بالكم هي اصلا يعني ممكن احط لها كمان، يعني لو انا عايزينها سايله ممكن نحط لها كمان ربع كوبايه لبن. ماشي بس هو احنا بنحبها يعني مش سايله قوي يعني، عشان خاطر هي اصلا لما هتسقع وكده لما يعني هنركنها هتجمد اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله تحفه.
جميله وسهله، ولا مضرب بيت ولا بتاع ده ولا خلاط. الخلاط يعني حط كميه هتروح فيه يعني الحله ولا اي حاجه، يعني بوله ولا اي حاجه، الكميه بتاعتك ايه مش هتقل كتير. فهي كده اهي، بسم الله ما شاء الله، اهي جميله اهي. مش هنجيب بقى نفضيها في طبق كده ونوريكم الشكل النهائي ليها ان شاء الله. ومعلش بصوا انا رجعت تاني اهوت قبل ما افضيها من الحله. ماشي، انا لقيتها بصراحه يعني جمدت قوي يعني. ماشي، اللي بيحبها جامده قوي قوي يعني مش هيعملها في السندوتشات وكده، ممكن يخليها نفس القوام اللي انا وريته لكم قبل كده. لكن انا حطيت لها بصراحه على ان برضو اللبن بيبقى سخن مغلي، فهي لسه عقبال ما هتبرد هتتقل تاني اكتر من كده. فانا حطيت لها كوبايه من اللبن تاني. ماشي، القوام بتاعها بسم الله ما شاء الله جميل برضو. ماشي، وهي لسه لما هتتقل يعني لما تبرد هتتقل اهو. بسم الله ما شاء الله جميله اهي، تحفه تحفه وجميل. هنعبيها بقى ونشوف الشكل النهائي ليها. بصوا بقى كده اهو الشكل النهائي ليها اهو، بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا وهتعجبكم ان شاء الله لما هتجربوها. وبعدين هي بص عملنا كميه كبيره اهو بسم الله ما شاء الله، يعني حوالي بتاع 4 كيلو اهو. ماشي، هي وبعدين في نفس الوقت هي بتتباع اصلا في السايبه في المحلات بتتباع ب 50 جنيه، لكن هي اصلا كل الكميه دي بسم الله ما شاء الله حوالي 4 كيلو او 3 كيلو ونص، دولت كلهم ما كلفوناش 100 جنيه يعني اقل من 100 جنيه، برغم ان احنا حاطين فيها شوكولاته ولبن بودر كتير وحاطين فيها لبن حليب وحاجات كتير وطحينه وحاجات من دي، بس يعني كلفتنا يعني يوم هتكون كلفتنا هتبقى 100 جنيه، هيبقى وفرنا 75 جنيه او 50 جنيه، وفي نفس الوقت حاجه نظيفه وحاجه مضمونه وحاجه حلوه قوي، وان شاء الله تبقى جميله جدا وتعجبكم باذن الله. اتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامه.